أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب من المحيط إلى الخليج، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء من داخل مجمع الكليات النظري بجامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، وتحديدا من داخل كلية الآداب. ويسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء مع المسؤول الأول ومدير رعاية الشباب والرياضة بكلية الآداب. نتعرف سعادتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه مصطفى كمال، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب. استاذ، رعاية الشباب تعتبر يعني لها نشاط بارز جدا ونشاط ملموس على مدار العام الدراسي او العام الجامعي. عايزين ناخد فكره واطلاله للمشاهد العربي والمصري عن اهم هذه الانشطه. اهم الانشطه متعدده وكثيره الحقيقه. المجالات كل اوجه النشاط بيمارس داخل الجامعه، سواء رياضي او فني او ثقافي او اجتماعي. والحقيقه الهدف عندنا من ممارسه النشاط مش شغل وقت الفراغ بالنسبه للطالب، ولكن بنحاول ان احنا نعدل سلوك الطلاب من خلال هذه الانشطه، واحتوائهم وتوجيههم وتعديل سلوكهم، اكتشاف الطلاب اللي هم عندهم مهارات وامكانيات ممكن ننميها، بحيث يعني يتخرج طالب من الجامعه يكون نافع لنفسه والمجتمع والبلد ان شاء الله. ابرز الانشطه اللي بيتم يعني ممارستها هنا وبتشرف عليها حضرتك في كليه الاداب. الحقيقه ابرز الانشطه اللي عندنا النشاط الرياضي بصفه عامه. عندنا نشاط رياضي للطلبه والطالبات سواء الالعاب الجماعيه او الفرديه. النشاط الفني برضو من الانشطه المتميزه جدا، والكليه بتحقق فيه مراكز متقدمه دايما سواء مسرح او فنون تشكيليه او منوعات. النشاط الاجتماعي كذلك، حملات تبرع بالدم لمساعدات للطلاب. برضو النشاط الجوالة والخدمة العامة من أهم الأنشطة اللي الكلية متميزة فيها جدا، وبنحقق فيها مراكز دايما متقدمة على مستوى الكلية والجامعات كلها إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، ونتمنى أن نلتقي بك في مناسبات أكثر إن شاء الله. الشكر لكم وشرفتونا، ونتمنى نسعد بكم دايما إن شاء الله. شكرا.